عدد من الأبنية الأثرية ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة فيها. لم يرق لهم أن يروا العلم السوري مرفوعا في سماء المدينة القديمة ورجال الجيش العربي السوري درعها الحصين. تفخيخ وتفجير تلاه دمار كبير لكل ما قد تقع عليه العين، والهدف واحد هو استهداف لكل معالم الحضارة والتاريخ. نحن الآن في المدينة القديمة وتحديدا في المبنى الكارلتون. طبعا اليوم العصابة الإرهابية المسلحة قامت باستهداف وضرب المدينة القديمة في مكانين في هذا المكان الكارلتون، وتم تدميره بالكامل. يعني حتى نحن لم نستطع التعرف على معالم هذا الفندق الذي كنا نأتي إليه ونزوره. هذا المكان أصبح دمارا بالكامل كما تتابعون معنا. أيضا الأبنية المحيطة بفندق الكارلتون تضررت بالكامل. انفجار آخر ضرب أيضا المدينة القديمة، ولكن في نقطة أخرى في السويقة شارع السجن، ما أدى أيضا إلى تضرر كبير في الأبنية. طبعا كمية المتفجرات التي كانت موجودة في أو التي وضعت أثناء التفجيرين هي كبيرة وتقدر بالأطنان كما أخبرنا عناصر الجيش العربي السوري. بعد هذين الانفجارين حاولت عصابات الإرهابية المسلحة التسلل إلى الأماكن التي تم تفجيرها، ظن منها أن أبطال الجيش العربي السوري أو عناصر الجيش العربي السوري سوف تقوم بالهروب من المكان على اثر التفجير، ولكن كانت عناصر الجيش العربي السوري لها بالمرصاد وتم قتل عدد كبير منهم. طبعا معنويات عناصر الجيش العربي السوري هي مرتفعه وهم مرابطون في اماكنهم لم يتزحزحوا منها، والوضع هو تحت السيطره. قامت العصابات الاجراميه بتفخيخ حلب القديمه ومحاوله تسلل، وقام عناصر الجيش العربي السوري بتصدي لهم وأوقعوا بداخلهم خسائر كبيرة. هي محاولات فاشلة تسعى العصابات الإرهابية المسلحة من خلالها على طمس التاريخ والحضارة، لكنها لن تستطيع بكل هذا الحقد أن تزعزع ثقة الجيش العربي السوري بنفسه حتى طردي آخر إرهابي من على تراب الوطن. قناة سما الفضائية، كنان علوش من المدينة القديمة بحلب الشهباء.